فين ولد عبد القادر؟ فين عاش؟ فين تكلمنا عن حياتك اكثر يا قلبي. اولا عادي صار نظيفه، طلعت من الدرج في هذه، والله العظيم واضح انه خويش كله. ايش اقول لك يعني؟ اقول اسف معليش نجيب لك طاوه ثانيه. اوكي جيبوا لها طاوه ثانيه. لا 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 خلاص خلاص برضه. اولا الله يحييك ابو حامد في فقره المطبخ، وجودك اضافه لنا كلنا. طيب اخش في السؤال ولا تبغى مقدمات؟ ما ابغى مقدمات، ابغاك تجاوب بس. انا والله ولدت في خميس مشيط وترعرعت في الرياض. طيب ايش صار؟ كمل. ولدت في الخميس وترعرعت في الرياض، واخر الرعرعه رجعت الخميس. متى اخر الرعرعه؟ يعني على اولى ابتدائي. إيه؟ قبل اولى ابتدائي نقلنا الخميس. طيب هذه تعتبر يعني الرعرعه كلها في الرياض اول؟ لا لا رحنا الخميس. يعني في الابتدائي اولى ابتدائي نقلت الخميس قبل؟ ايوه درست اولى ابتدائي اول ما نقلنا درست. اجل فين ترعرعت؟ ترعرعت نص هنا ونص هنا. جميل. اهم شيء كلمه ترعرعت هذه بالله يحفظها. على خشمي ما بها بين قوسين ترعرعت. طيب خلصت الجامعه؟ ابشرك احمد الله. تخصص؟ علاج طبيعي. علاج طبيعي ما شاء الله، يعني نشوفك ما شاء الله فاتح محلات علاج طبيعي وحاجات زي كذا. اصابات رياضيه، حوادث، كسور، اطفال ما يقدروا يمشون، احد هذول اجيبهم واعطبهم زياده يعني خليه يمشي على طول. والله اني خوفي على الناس منه. طيب في سؤال يا عبد القادر. سؤال طبي، ما ادري تقدر تجاوبني عليه ولا لا. جاوب عليه. خلاص عبد القادر ممثل. ممثل فقط؟ ممثل وقريبا. لا 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 ارفع علومك ارفع علومك. والله شاب ممثل ونطمح للاكثر. ايوه وانا لن اسرق اي مهنه مهما كان. كل انسان اقدر المهن والمواهب. المواهب هي تعتبر موهبه ما هي مهنه. لكن تشوف انها من الغلط ان واحد يلبس ثوب ما هو ثوبه. نعم لان في يوم من الايام ما راح يكون هناك فيه محسن صوتي بينكب. لهذا السبب خليك طبيعي يا ابو حامد. يعني الوضع ريلاكس. ايوه ريلاكس. طيب حلو. يعني تشوف انك قريب للتمثيل اكثر. نعم. طيب حبيبنا عبد القادر، اخر مقطع او اخر بوستر منزله في الانستغرام قبل يمكن سنه وثلاثة شهور. صحيح. ايش السبب في ابتعادك عن السوشيال ميديا وعالم السوشيال ميديا؟ ايش علم الرجاء؟ والله ايش بك يا ابو علي؟ ايش انصرع؟ لا اله الا الله. انا تعال ابو حامد افتح الغطاء كويس. لا اله الا الله. لا اله الا الله كلهم يا اخي. نهل سلام. لا اله الا الله. لا والله ما تقول. مرحبا العلم سلامتك يا جابر. الله يسلمك. جيناكم طلابه. مرحبا طلبك ماذاك؟